يعطيكم العافية. أنا بلش شرح هذا السؤال. هذا السؤال على موضوع الإمباكت. السؤال سهل بس هي مشكلته دلالة مجهول. فأنت أصلا يعني أنا ما في داعي إني أحلل لك إياه وأطلع لك هذا الجواب. المفروض إني أطلع لك الأجوبة هون لما بي نص كل نحل دلالة مجهول ونشوف شو بصير معنا، نعوض بي نص ونشوف شو بصير معنا، هل بيطلع نفس الأجوبة أو لا. بقول لي أكاربي is initially stationary. يعني initially stationary يعني إنها ساكنة في بي 1 أو 0. تمام، ما نستشنري struck by car A. A ربطها which is moving with speed V، يعني سرعة A في V. mass of car B is PM، يعني إذا هاي M P في M، يعني إنه هاي constant، هي constant ثابت. يعني إذا هاي كتلتها واحد، هاي كتلتها 10 مثلا، هاي كتلتها 5، هاي كتلتها 2.5، حسب يعني هو ثابت. بقول لي أنا أصلا الثابت معطيني إياه هون P، أيوه معطيني إياه بالجواب السؤال، بيعطيني حل لما يكون بي نص، يعني لما تكون كتلة بي نص اي. بيقول لي اذا الكوفيشنت اوف ريستيتيوشن هي 0.1 يوجد في فتحة وبي بي فتحة دلالة بي والسرعة الابتدائية في. طبعا انا بطبق المبدأ اللي انا بعرفه دائما، مبدأ الامباكت، المبدأ اللينير مومنتوم ام 1 في 1 زائد ام 2 في 2 تساوي ام 1 في 1 فتحة زائد ام 2 في وفتحة. قال لي انه كانت عند الريست هيها. طب طبقهم. ام كتلتها ام كتلتها في تساوي ام كتلتها ام في فتحة، بعرف ايش كم في فتحة، زائد ام 2 كم كتلة السيارة بي هي بي ام ايش في 2 فتحة. هي اول شغلة المعادلة. فانا لو بدي اخذ ام عامل مشترك بتصير في تساوي في فتحة زائد في 2 فتحة. تمام، أخذت أم عامل مشترك هون وأم فقط معنا. المعادلة الثانية هي الكوتبت كوفيشنت أوف ريستيتيوشن اللي هي 0.1 بدها تساوي في 2 فتحة ناقص في 1 فتحة في 1 ناقص في 2. هاي أم 0 يقول كان 0. في 1 اللي هي في نفسها، ف 0.1 في تساوي في 2 فتحة ناقص في 1 فتحة. شو بعمل؟ عوض هسه هون بالمعادلة هاي. هو ايش انا بدي؟ انا مثلا بدي في اي فتحة، صح؟ في 1 فتحة يعني. فاحكي في 2 فتحة تساوي 0.1 في زائد في 1 فتحة. شو بعمل؟ بعوضها بهاي المعادلة، في تساوي في 1 فتحة تمام؟ ف بي هيها بي وفي في 2 فتحة، بعوض المعادلة الأولى 0.1 في زائد في 1 فتحة. في 1 فتحة اللي هون عندي انه في تساوي في فتحة وفي فتحة، يعني 1 زائد ايش في فتحة زائد 0.1 في تساوي في، تمام بتساوي في هاي المعادلة هاي مثلا، او هيها 1 ناقص 0.1 عامل مشترك 0.1 هون، ولكن نرتب المعادلات. وعشان تتاكد من حلك، عشان تتاكد من حلك عمل عوض نص. يلا خلينا نعوض نص، يعني مش شرط اني هذا قلت لك هذا ترتيب معادلات ما بدي اياه. تعوض نص، تعوض بتساوي نص، اشوف قديش بتطلع معي في فتحه اللي هي في اي، يعني هي في اي. يلا حط هاي نص يطلع معي في تساوي في 1 فتحة زائد نص في 0.1 نص في 0.1 في زائد نص في 1 فتحة. نص في 1 فتحة تساوي بتساوي في 1.5 1.5 نص في 1 فتحة اللي جمعت هاي مع هاي تساوي في ناقص نص 0.1 احسب 1 ناقص 0.1 نص، خلني احسبها ثواني. ايوه نص 0.1 مع هذا الرقم 1 ناقص 0.5
كربون 9.5 تقسيم 1.5 بيطلع معي 6.33. اعطونا حل صح، ايش داعي تكمل في فتحه وضبط المعادله هاي. يعطيكم العافيه. يعني المبدا الاساسي هذا السؤال واجب امتحان اونلاين، تقدر تعوض الارقام بدون هاي، نتعوض كتله A 10 مثلا كتله B نص و5 يعني سرعه A كذا، فانه هاي العجقه ما في منها، هي الفكره بس انه كيف اجهز القانون، هي انا كتبت كيف اجهز القانون. يعطيكم العافيه.